عملت فيديو عن الشوط الاول واتكلمت فيه على الاخطاء اللي عملها توماس توخيل في وجهة نظري، وهي البداية بالتلاتة اربعة اتنين واحد، لان تلاتة اربعة اتنين واحد فكرة تعتبر انتهت وفشلت بالنسبة لتوماس توخيل الفترة الأخيرة. واللي متابع تشيلسي يبقى عارف ان 3 4 2 1 الموضوع ما بقاش قوي جدا دفاعيا زي ما كنا بنتكلم قبل كده عن ال 3 4 2 1، لان احنا قاعدين نتكلم بقالنا فترة حوالين ان تشيلسي عنده مشكلة في الأظهرة اللي كانوا بيشيلوا طريقة اللعب، عنده مشكلة كبيرة جدا في ماركوس الونسو وعنده مشكلة كبيرة جدا في ريش جيمس. فلما تلعب النهاردة ب 3 4 2 1 وتلعب بريش جيمس ناحية اليمين وسيزر أزبيليكويتا ناحية الشمال، فدي فيها مشكله كبيره جدا لانك قتلت ناحيه الشمال هجوميا. الا بقى لو انت كنت عايز شايلها لكريستيان بولوسيتش لوحده هجوميا، ودي اعتقد ان هي كانت فكره غريبه جدا بالنسبه لتوماس توخيل. موسم مونت حرفيا في ال 3 4 2 1 دي بيبقى تايه تماما، يعني ما بتعرفش موسم مونت بيلعب ايه. موسم مونت الفتره الاخيره في ال 4 3 3 كان بيلعب لعيب خط نص مهاجم ناحيه اليمين، دلوقتي انت بتلعب موسم مونت كهاف بيخش لجوه علشان خاطر يسجل، وموسم مونت ما بيعرفش يعمل الحاجه دي، موسم مونت ما بيعرفش يعمل الحاجه اللي انت عايزها منه كلاعب موجود ناحيه اليمين يشيلها هجوميا هو وريس جيمس. ممكن ريس جيمس يشيل الجانب ده هجومي، بس ريس جيمس دفاعيا عنده مشاكل كتيره جدا. كريستيانسن ورا ريس جيمس، تياجو سيلفا في العمق، روديجر اللي عمل واحده من اسوء مبارياته النهارده، وراهم ادوارد ميندي اللي اترعب من كريم بنزيما في لقطه الهدف الثالث. بجد كريم هو شاف كريم بنزيما جاي في نص الملعب خاف، وتحس ان ادوارد ميندي اللي هو ايه بسرعه بسرعه حسسني دوناروما بالظبط، ولو ان كره دوناروما حاول يتفزلك فيها، انما ميندي كان مرعوب فيها. ايه ده انت نطيت على الهدف الثالث ازاي؟ ما انا قعدت اتكلم معاك في الفيديو الاول على ان كريم بنزيما عمل لقطه عظيمه جدا في لقطه الهدف الاول بعد ما فيني ما خد معاه اندرياس كريستيانسن وتياجو سيلفا راح بيبص على الكوره، كريم بنزيما دخل وسطيهم وسجل الهدف الاول. الهدف الاول اللي فتح المباراه تماما لفرقه ريال مدريد اللي بعد كل هدف كنت بتشوف الثقه الكبيره جدا اللي لوكا مودريتش وتوني كروز وكازيميرو بينقلوا الكره في نص الملعب بتاعهم وهم مرتاحين جدا. كنا بنشوف داني كارفاخال، كنا بنشوف لعيب زي فرناند ميندي بيعدي واحد والتاني، وكنا بنشوف ان في ثقه بتيجي مع كل هدف ريال مدريد بيسجله. فريال مدريد بعد الهدف الاول الموضوع بدا يتغير تماما. كاي هافرتز لو حبينا نتكلم عليه فهو بالنسبه لي انجح فكره موجودة في 3 4 2 1 بالنسبة لتوماس توخيل، خصوصا ان ريال مدريد بيعاني في الكرات العالية، الكرات الهوائية العرضية اللي بتتلعب على ريال مدريد بيعاني لان ثنائي قلب الدفاع سواء ميليتاو او سواء الابا عندهم مشاكل في الكرات دي. دي كانت نقطة القوة الوحيدة اللي موجودة في 3 4 2 1 الشوط الأول. بعد الهدف الاول شفنا كريم بنزيما برضو عمل لقطه عظيمه، ولوكا مودريتش عمل لقطه اجمل، لان لوكا مودريتش كنا متفقين ان فريدريكو فالفيردي بيلعب هاف فعلا وهي 4 3 3 مش 4 4 2، بس فريدريكو فالفيردي بيسيب الادوار الهجوميه وبيخش لجوه الملعب، بيسيب الادوار الهجوميه دي للعيب زي لوكا مودريتش وبيرجع هو يغطي الفراغ اللي هيسيبه لوكا مودريتش في المساحه اللي هيسيبها وراه لما يطلع يهاجم. فلوكا مودريتش لعب كره عرضيه جميله جدا، بيخش كريم بنزيما وبرضه بيغفل تياجو سيلفا وبيسجل الهدف الثاني لريال مدريد، علشان ريال مدريد في ظرف اربع دقائق يبقى مسجل هدفين في تشيلسي في الستانفورد بريدج. طبعا الثقه بتاع تشيلسي ضاعت وانهارت تماما بعد الهدف الثاني، شفنا ان فرقه تشيلسي ما كانتش قادره ان هي تعدي نص الملعب وبتشكل خطوره، لان كنا بنتكلم حوالين ان جورجينيو ونجولو كانتي عندهم مشاكل كتير قوي في الادوار الهجوميه. جورجي وكانتي هينقلوا الكره من رجل لرجل كويس، انما مش هم اللعيبه اللي هيزيدوا يحاولوا ان هم يشوطوا، مش هم اللعيبه اللي حاولوا يعدوا واحد على واحد. كانتي حاول يعمل الكلام ده بس فشل فيه فشل ذريع، بس من كره عرضيه واحده اتلعبت صح كاي هافرتز سجل منها الهدف الاول لتشيلسي. اول حاجه طلبت فيها السيد توماس توخيل انه خلاص فكره الثلاثه ورا دي ما بقتش خلاص، يعني ما بقتش قويه، فانت تحاول ترجع تلعب 4 3 3 او حتى تلعب 4 3 2 1 او تلعب 4 2 3 1 او المهم تغير الثلاثه ورا دي. وفعلا توماس توخيل اول حاجه عملها الشوط الثاني ما بين الشوطين كان نفسي ان سيزر أزبيليكويتا يطلع وتقلبها 4 تحت، او تحاول ما تطلع عليه جيمس وتلعب سيزر أزبيليكويتا ناحيه اليمين وتنزل ماركوس الونسو. بس اتفاجئت ان انا لقيت اول حاجه عملها توماس توخيل انه راح بص على الدكه، راح منزل ماتيو كوفاتيتش وراح منزل حكيم زياش، طلع اندريس كريستيانسن وطلع نجولو كانتي.
تمام. انت دلوقتي هترجع موسون مونت لنص الملعب زي ما كنا بنتكلم، موسون مونت هيرجع ناحيه اليمين في نص الملعب، هنقلبها 4 3 3. بس كده في مشكله كبيره جدا ان انت لسه سايب سيزر اسبليكويتا ناحيه الشمال كباك شمال. ليه؟ انا ما فهمتش بصراحه ما فهمتهاش. وبعد شويه رحت مطلع لعيب كنت انت حاطط عليه الادوار الهجوميه ناحيه الشمال اللي هو كريستيان بوليسيتش، ونزلت مكانه لوكاكو اللي بيحسسك بجد الفرق بين الاسترايكر واللعيب اللي عنده موهبه زي كريم بنزيما في ال18 في لقطه الهدف الاول. لوكاكو بيبين لك حاجه عكسها، ده الفرق بين المهاجم والتريلا. والله العظيم يعني لوكاكو جات له واحده في الستة يارده لوحده خالص بعد الهدف الثالث اللي كريم بنزيما خوف فيه ادوارد ميندي وانتوني روديجر وغلطهم وسجل هدف والمرمى خالي، جات له الكوره لوكاكو سجل 3-2 3-1 مش زي 3-2. هتروح سانتياغو برنابيو الوضع مختلف، فرق واحد غير فرق هدفين، علشان المهاجم العالمي اللي تشيلسي دفع فيه اكتر من 100 مليون يورو السنه دي يقرر ان هو يحط واحده بعيده قوي ويحط واحده خارج مرمى كورتوا اللي تصدر كورتين فقط طوال المباراه. وده بيدل لك على قد ايه فرقه تشيلسي ما كانش عندها قوه هجوميه، واحده في الشوط الاول من فاول من ريس جيمس، وواحده الشوط الثاني تصويبه من ريس جيمس برضو. ففرقه تشيلسي ما عملتش خطوره كبيره جدا على مرمى ريال مدريد. ريال مدريد اللي بعد ما سجل هدف الثالث قلبها 4-4-2 بجد، يلا يا عم فريدريكو فالفيردي لمها ونسيب كريم بنزيما وفيني بس هم اللي عملوا ادوار هجوميه. كنت بتكلم انا في اول فيديو ان فينيسيوس وكريم بنزيما كل الناس عارفه ان هم هيكونوا اخطر لعيبه في ريال مدريد، والمتعه انك ما عرفتش تقف قدام اللعيبه اللي المفروض ان انت عارف ان هم جايين اخطر لعيبه عليك. فريال مدريد عرف يخلص المباراه كويس جدا بفضل مهارات وفضل الاداء الاسطوري اللي بيقدمه كريم بنزيما السنه دي. ريال مدريد بعد الهدف الثالث قدر ان هو يتحكم في رتم الجيم، يتحكم في الايقاع كويس قوي. كازيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس قدروا ان هم يمسكوا الملعب. بس طبعا الازمه كلها ان احنا عارفين ان توني كروس ما ينفعش يكمل 90 دقيقه. فتوني كروس كان تاني تغييره، لان احنا لقينا ان قدر ميليتاو مسك رجله فكان مطلوب ان ينزل مكانه مساك زي ناتشو هرنانديز. نزل ادوارد كامافينجا، واحد من اكتر لعيبه نص الملعب اللي انا معجب جدا باداء كامافينجا اللي ممكن تقول عليه خير خلف وخير سلف. يعني الراجل ممكن يكون واحد من الناس اللي ممكن تعوض توني كروز في ريال مدريد وانت مغمض عينك، لان ادوارد كامافينجا لعيب عنده قدرات كبيره جدا. فتتكلم على كامافينجا مكان توني كروز، طلعت وحش كبير ونزلت مكانه وحش صغير بيتكون في نص ملعب ريال مدريد. وجاريث بيل مكان كريم بنزيما في الدقيقة 86، وداني سبايس مكان فريدريكو فالفيردي المصاب في الدقيقة 86. فريدريكو فالفيردي عمل مباراة عظيمة جدا جدا جدا، وبصراحة يحسب لكارلو أنشيلوتي ولاعيبة ريال مدريد اللي هم بيعملوه ده. بصراحة ربنا يعني ريال مدريد اسم كبير جدا جدا، بس ريال مدريد المتذبذب، ريال مدريد اللي ما كانش مرشح ان هو يكسب تشيلسي النهارده في الستانفورد بريدج بيقدر يروح يتحكم في تشيلسي 90 دقيقة على هوا لعيبة ريال مدريد. 90 دقيقة ما فيهمش غير هفوة واحدة بس وهي لقطة الهدف الأول لداني كارفاخال غلط فيها. 90 دقيقة ريال مدريد بيقدم عظمة تكتيكية من جانب كارلو أنشيلوتي، وبيقدم إبداع وإمتاع من جانب كريم بنزيما اللي كل ما بيكبر بيحلو زي ما احنا كنا بنتكلم عليه. ريال مدريد استحق الفوز عن جدارة بالاداء ده. تشيلسي صعب جدا ان هو يروح يعمل اي حاجه ايجابيه في اسبانيا. نتمنى ان احنا نشوف مباراه عوده جميله، ونتمنى برضو ان احنا نشوف اهداف، ونتمنى ان احنا نشوف فرص ضايعه كتير الماتش الجاي. حكيم زياش نزل، بس حكيم زياش زيه زي كل لعيبه تشيلسي كان صعب جدا على حكيم زياش ان هو يوجد حلول في ظل خط الدفاع اللي كان متماسك النهارده، خط الدفاع اللي كان نقطه ضعفه الوحيده الكرات العاليه. بس حكيم زياش قدر يشوف منفس في خط دفاع ريال مدريد يصوب منه تصويبه كانت خطيره جدا على مرمى تيبو كورتوا طلع واحده ثالثه بالعكسيه، بس كانت جميله جدا. ريال مدريد قدم مباراه عظيمه جدا بقدر الامكانيات المتاحه بالنسبه لريال مدريد. فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما بيثبتوا ان هم الثنائي قد يكون ثنائي اسطوري في ريال مدريد السنين الجايه. ريال مدريد استحق ان هو يكسب. مثلي على صاحبك بقى بلايك، معلش ريال مدريد كسب النهارده 3 وفي الستانفورد بريدج، وبينزو سجل هاتريك بعد الهاتريك اللي كان جايبه في باريس سان جيرمان. فالدنيا بالنسبه لك حلوه ولذيذه، اعمل لايك او سبسكرايب بقى برو، عايزين نخلص من 21 ده لان انا ما بتفائلش بالارقام الفرديه مش عارف ليه.